السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم كل متابعي ومشاهدي 24 ساعة رياضة في كل مكان. النهاردة الأحد الممتاز، الأحد الكروي بامتياز، معانا مباريات ضخمة ومباريات كتير جدا جدا، وخصوصا في الدوريات الأربعة الكبرى، الدوري الألماني المشتعل والدوري الأسباني الصراع المتميز والمعتاد كالعادة ما بين الريال والبارسا، وأيضا الدوري الإيطالي القوي جدا اللي فيه يعني منافسة من السنة اللي فاتت، يمكن محدش واخد باله من الدوري الإيطالي، لكن الدوري الإيطالي يعني فيه منافسة قوية جدا جدا بالفرق الكبيرة، وأيضا الدوري الإنجليزي والإثارة المعتادة في البريمير ليج. خلينا نبدا بالدوري الانجليزي اللي هتكون النهارده فيه ماتشات في منتهى القوه، المنافسه ما زالت مستمره، مانشستر سيتي لا يتوقف عن التهديف، لا يتوقف عن الفوز، الارسنال ما زال يقدم عروض قويه تحت قياده ميكائيل ارتيتا المدير الفني الاسباني للارسنال، ومهاجمه المتميز البرازيلي جابرييل خيسوس، وايضا مارتينيلي وساكا وجرانيت تشاكا، وخط دفاعه المتميز جدا بوجود زيتشينكو وبين وايت وجابرييل وحارس المرمى رامسديل، دول الكتيبه اللي بيعتمد عليهم ميكائيل ارتيتا في تقديم مباريات قويه وعروض متميزه جدا في الدوري الانجليزي الممتاز حتى الآن. أيضا في يعني ليفربول اللي بيترنح محليا، الحقيقة ليفربول علامة استفهام كبيرة جدا، والحقيقة أن النهاردة مباراة الليفر والأرسنال مباراة لا تقبل يعني القسمة على اثنين زي ما بيقولوا. ليه لا تقبل القسمة على اثنين؟ الأرسنال بيحاول أنه يكمل المنافسة للنهاية، وبيحاول أنه هو يطول في المنافسة على قدر ما يستطيع، لأنه هو متصدر المسابقة من أول الأسابيع حتى الآن، ودي إحنا وصلنا كده للجولة العاشرة. امبارح السيتي بيكسب 4 أهداف للا شيء، وبيتصدر الدوري بفارق نقطتين عن الأرسنال اللي عنده 21 نقطة، وبالتالي فوزه النهاردة بيحطه في الصدارة مرة تانية، وبيصدر الضغط كمان على كتيبة جوارديولا. لكن ليفربول في نفس الوقت المباراة صعبة بالنسبة له، لأنها أولا خارج ملعبه، المباراة على ملعب الإمارات في لندن، وبالتالي ليفربول بيمتلك يعني فرص يعني قليلة في أنه هو يطلع بنتيجة إيجابية. لكن يورجن كلوب قال ان احنا محتاجين ان احنا نعمل مجهود مضاعف الفترة اللي جاية حتى نعود للمنافسة مرة تانية، واتكلم عن غياب محمد صلاح عن مستواه، لكنه قال انه محمد صلاح ممكن يكون احد الاوراق المهمة في هذه المباراة، وانه لاعب كبير وبيكون موجود في المباريات الكبرى بشكل جيد جدا. وبالتالي مواجهة النهاردة ليفربول عنده 13 نقطة، بيحاول ان هو يكسب او بيحاول يطلع بنتيجة ايجابية النهاردة علشان يخش دايرة المنافسة مرة تانية، خصوصا انه فرق كتير في الدوري في وسط الجدول في المركز السادس والسابع والثامن والعاشر لحد المركز ال 12 بتمتلك ما بين 12 و11 نقطة لحد 16 نقطة، وبالتالي المنطقة دي متشابكة جدا جدا جدا، فليفربول بيحاول يفض هذا الاشتباك ويطلع يخش تاني في دايرة المنافسة، خصوصا انه رجع بفوز اوروبي جيد على فريق رينجرز بهدفين للا شيء احرزهم محمد صلاح وترينت ارنولد. وبالتالي مباراة النهاردة هي قمة، وقمة من كلاسيكيات الدوري الانجليزي، مواجهة كبيرة ما بين ارتيتا وما بين كلوب، هنشوف ان شاء الله هتنتهي على ايه. المباراة التانية خلي بالكم، مباراة برضو هتكون في منتهى القوة، إريك تين هاج وفرانك لامبرد، مباراة ايفرتون والمان يونايتد، المان يونايتد اللي رجوع اوروبي جيد بعد كان خطف الفوز من ابويل نيقوسيا في اللحظات الاخيرة ب3 أهداف لهدفين، ويعني بيحاول يستعيد عافيته بعد خسارة الديربي الصعبة جدا اللي لسه صداها حتى الان يدور في مدينة مانشستر. وبالتالي إريك تين هاج النهاردة بيحاول ان هو يستعيد ذاكرة الانتصارات. مباراة ايفرتون والمان يونايتد كالعادة بتكون مباراة مثيرة، خصوصا لما بتكون على ملعب الجوديسن بارك في مدينة ليفربول. كلنا عارفين ان نادي ايفرتون طبعا هو الطرف الثاني لمدينة ليفربول. كتيبة ابناء تيرن إريك تين هاج بقيادة كاسيميرو في وسط الملعب، و
معاه يعني سانشو، ومعاهم مارسيال، ومعاهم راشفورد وانتوني، وطبعا الحارس ديخيا والمدافع ماجواير. خلونا نقول انه مانشستر يونايتد بيحاول ان هو يعيد الثقه، او تنهاج بيحاول يعيد الثقه لفريقه، خصوصا انه معاه 16 نقطه، ولو كسب النهارده هيخش بشكل كبير جدا في الاربع فرق الاوائل اللي بيضموا ارسنال ومانشستر سيتي وبرايتون وتوتنهام. يعني بالمناسبه كمان برايتون وتوتنهام امبارح، توتنهام قدر يخطف فوز صعب جدا على نادي برايتون، وبالتالي توتنهام بيخش في دائره المنافسه بشكل كبير جدا. اذا مباراه المان يونايتد وايفرتون هتكون احدى مباريات الجوله اللي هتكون بصراحه ممتعه ومثيره للغايه. المباريات المتبقيه في الدوري الانجليزي هتكون مباراتين ما بين ويست هام يونايتد وما بين فولهام. الحقيقه ويست هام وفولهام كلكم عارفين ان هم فريقين من لندن، ويعتبر هذه المباراه ديربي كبير جدا. المباراه هتلعب على ملعب نادي ويست هام، الملعب لندن، وويست هام بقياده ستيف بروس المدرب او المدير الفني الاسكتلندي. الحقيقه بيقدم عروض جيده جدا بقياده خط هجومه الناري سعيد بن رحمه وانتوني، بيقدموا الحقيقه ماتشات جيده جدا. اما فولهام بقياده ماركو سيلفا المدرب البرتغالي الجيد جدا، الحقيقه بيقدم ايضا عروض جيده مع فولهام. فولهام بيحتل المركز التاسع في الدوري الانجليزي وله 11 نقطة، اما ويست هام يعني بيحاول يخرج من عنق الزجاجة زي ما قلت لحضراتكم، وعنده 7 نقاط في المركز ال 15. المباراة اللي بعد كده مباراة ما بين كريستال بالاس وليدز يونايتد، وتعتبر ايضا ديربي لان الفريقين من لندن. كريستال بالاس بقيادة الفرنسي باتريك فييرا، الفرنسي خط الوسط الشهير المعروف طبعا، وليدز يونايتد بقيادة مارش. الحقيقه بيقدموا ايضا مباريات جيده، لكن بيصادفهم سوء حظ الحقيقه، لانه الفرقتين معاهم ليدز يونايتد معاه 9 نقاط في المركز ال 13، وكريستال بالاس معاه 6 نقاط في المركز ال 17. دي كانت مباريات البريمير ليج النهارده. طيب خلينا نخش بقى بسرعه على اهم مباريات اللا ليجا، الدوري الاسباني. عارفين كلنا طبعا المطارده الشرسه ما بين الريال وبرشلونه، وامبارح طبعا كان فوز غالي الريال على ختافي كان بالامس. وخلونا نقول النهارده ماتشات مهمه جدا هتتلعب ما بين، او اهم مباريات النهارده ما بين برشلونه وسيلتا فيجو. برشلونه يعني ماتشاته مع سيلتا فيجو دايما بتتسم بالاثاره والنديه، وفريق سيلتا فيجو الحقيقه بيقدم ماتشات قويه جدا 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 امام البارسا كالعاده. ندخل على طول على الكالتشيو، جنة كرة القدم في إيطاليا، وامبارح كانت في الحقيقة مباراة ممتعة جدا ما بين اليوفي والميلان، والحقيقة استطاع الميلان في ملعب السانسيرو ان هو يكسب بهدفين توموري وابراهيم دياز، والحقيقة انه امبارح برضو قدم لنا الميلان وجه مخالف ومغاير لما قدمه في الدوري الأبطال امام تشيلسي، وقدر ان هو يكسب اليوفنتوس بهدفين للا شيء، وبيدخل يعني بيدخل بقوة وبشراسة في المنافسة. الدوري اللي بيتصدره نابولي وبعديه أتلانتا وبعديه أودينيزي، الحقيقة ميلان بيخش كمان مع هذا الثلاثي. أهم مباريات النهاردة طبعا مباراة روما أمام ليتشي، روما كتيبة الذئاب بقيادة باولو ديبالا وطبعا إبراهام، وبقيادة فنية للسبيشال وان جوزيه مورينيو. طبعا مباراة تانية ما بين كريمونوزي ونابولي، ونابولي بيحاول، نابولي الحقيقة يا جماعة بيقدم عروض وبيقدم مباريات قوية جدا. الحقيقة عايزين نقف عن نابولي شوية، لأنه الحقيقة لوشيانو سباليتي بيثبت أنه مدرب كبير. لوشيانو سباليتي بيثبت أنه هو بيقدر أنه هو يصنع الفارق مع مجموعة من اللاعبين ممكن يكونوا أقل بكتير من اللاعبين المشهورين أو الكلاس إيه. يعني لعيبه نابولي الحقيقه لعيبه كلها يعني تقدر تقول ان انت ما كنتش عارفهم قبل بدايه الموسم، لكن بيقدموا عروض قويه جدا. اللعيبه دي ما خسرتش من ابريل الماضي، 6 شهور لا يخسر نابولي، لا يخسر سواء في دوري الابطال او في الدوري الايطالي. والحقيقه نابولي يعني يستحق ودي بمنتهى الامانه يستحق مع لوشيانو سباليتي ان هو يتوج هذا المجهود ببطوله. هل يكون نابولي صاحب النفس الطويل ويقدر يكمل للنهاية علشان يحقق الاسكوديتو؟ طبعا المنافسة صعبة 100%،
المنافسه في منتهى الشراسه، الانتر داخل، اليوفي اكيد هيرجع، الميلان هيرجع او الميلان رجع تحديدا كمان بيقدم عروض جيده، وروما كمان بيقدم عروض جيده، لكن هل نابولي بهذه الكتيبه من اللعيبه المجتهدين مع لوشيانو سباليتي المدرب اللي بيثبت كل يوم انه احد المدربين اصحاب الكره الجميله الحقيقه، هل يحقق سكوديتو؟ ده اللي هنشوفه طبعا في المباريات القادمه. نابولي النهارده يلعب خارج ملعبه على ملعب كريمينوزي، وبيحاول طبعا يسعى للفوز علشان يتصدر جدول الترتيب. مباراه تانية ما بين اودينيزي واتلانتا، والمباراه دي يا جماعه بنصحكم ان انتم تتفرجوا عليها، اودينيزي واتلانتا، فرقتين الحقيقه بيقدموا عروض قويه جدا. اودينيزي مفاجاه الموسم، مفاجاه الموسم، وايضا بلعيبه مجتهده للغايه. يعني خليني اقول لحضراتكم يعني وده لازم ان احنا نشوفه في كره القدم كتير، المنافسه. المدرب اودينيزي اندريا سوتيل الحقيقه بيقدم عروض جيده وممتازه جدا مع نابولي، مع اودينيزي. اودينيزي تخيلوا في المركز الرابع، فرق ما بينه وما بين الاول نقطتين بس، نقطتين فقط لا غير. اودينيزي اللي كان بيصارع لهبوط في الدوري الايطالي المواسم السابقه، وبمجموعه من اللاعبين الصغار ومجموعه من اللاعبين الشباب، منهم لعيبه بيتكلم عليهم دلوقتي انديه الانتر والميلان ان هم ياخدوهم، لكن اندريس سوتيل الحقيقه بيقدم عروض جيده جدا مع اودينيزي، والمباراه دي انصحكم بالمشاهده لانها ما بين الترتيب الثالث والرابع. ليه؟ اتلانتا يحتل المركز الثالث ومعاه 20 نقطه، وطبعا جان بيرو جاسبريني المدرب الايطالي مدرب نادي اتلانتا معتاد منه ان هو يقدم عروض جيده مع اتلانتا الفتره اللي فاتت كلها، حتى بقاله 3 4 سنوات متواجد دايما في الدوري الاوروبي، متواجد دايما في دوري الابطال، حقق نتائج جيده جدا. طبعا كلنا عارفين، فاكرين الفوز الشهير على ليفربول في ملعب الانفيلد، الفريق الوحيد اللي كسب ليفربول في ملعب الانفيلد من 20 سنه هو اتلانتا. فالحقيقه مباراه انصح بالمشاهده طبعا. يعني خلينا نقول انه اودينيزي واتلانتا من المباريات القويه في الدوري الايطالي هذا اليوم. طبعا اخر مباراه معانا تورينو مع امبولي، ودي مواجهه طبعا هتكون لتحديد المراكز في طبعا تورينو يحتل المركز ال 13 و امبولي يحتل المركز ال 18. خلينا نخش بقى على طول على طبعا الدوري الالماني البوندسليغا، واللي فيه برضه مفاجآت. مباراة القمة امبارح ما بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ كانت مباراة في منتهى الإثارة، منتهى الإثارة. البايرن يتقدم بهدفين، والمباراة على ملعب سيجنال أدونا بارك في دورتموند، والبايرن يعني مضغوط بشكل كبير جدا لدرجة ان حارس مرمى دورتموند في اخر خمس دقائق، في اخر خمس دقائق تقريبا نايم في منطقة جزاء البايرن لحد ما قدروا ان هم يسجلوا التعادل. وخلينا نتكلم عن نقطة مهمة جدا، ناس كتير بتتكلم عن الحضور الجماهيري في الدوري الانجليزي. جماعة جماهير الدوري الالماني جماهير عظيمة، اللي عملوا امبارح جمهور دورتموند في المدرج الشمالي اللي هو مدرج بما يسمى يعني مدرج الجراد الاصفر شيء عظيم جدا. واقفين وراء لاعبتهم بيدعموهم بيشجعوهم للنهايه لدرجه انهم يعني يستحقوا هم هذا التعادل. فخلينا نقول مباريات النهارده، وطبعا هنبدا بمباراه متصدر الدوري. مين متصدر الدوري؟ لا مش بايرن ميونخ ولا بروسيا دورتموند ولا شتوتجارت ولا اي فريق من الفرق الكبيره. مباراه النهارده ما بين متصدر الدوري يونيون برلين مفاجأة الموسم هيقابل شتوتجارت على ملعب شتوتجارت، وفرايبورغ تاني الدوري الأول والتاني، الأول يونيون برلين هيلعب شتوتجارت، وفرايبورغ هيقابل هيرتا برلين على ملعب هيرتا برلين، ومباراة الأخيرة ما بين مونشن جلادباخ وإف سي كولن. كده نكون استعرضنا لحضراتكم جميع المباريات الهامة طبعا في اليوم النهاردة، دي أهم مباريات النهاردة. أنصحكم أيضا في الدوري الألماني بمشاهدة مباراة شتوتجارت ويونيون برلين ومباراة فرايبورغ مع هيرتا برلين.
إن شاء الله أكون حاضر معاكم في نتائج هذه الجولة بعد انتهاء اليوم الرياضي النهاردة، وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات ولايفات أخرى. كنت معاكم محمد إبراهيم، إلى اللقاء.